وصلت المرأة في عهد المصريين القدماء لدرجة التقديس، فظهرت المعبودات من النساء إلى جانب الآلهة الذكور. الإلهة إيزيس كانت رمزاً للوفاء والإخلاص، وجعل المصريون القدماء للعدل إلهة وهي ماعت، وللحب إلهة هي حتحور، وللقوة سخمت. إن الاحترام الذي حظيت به النساء في مصر القديمة جلي في معظم جوانب الحضارة، من المعتقدات الدينية إلى العادات الاجتماعية. واستطاعت النساء التزوج ممن أردنا والانفصال عمن رأيناه غير مناسب، واستطعنا شغل الوظائف التي يرغبنا والسفر حسب رغبتهن. وتؤكد أساطير الخلق الأولى للثقافة على قيمة الأنثى. اعتلت المرأة عرش مصر أو شاركت فيه أكثر من مرة في ظروف سياسية وتاريخية أحاطها الجدل، وحملت ألقابا عبر العصور، من بينها سيدة مصر العليا والسفلى، وسيدة الأرضين، والحامية والعالمة، وابنة الإله والحاكمة، وقوية الذراع، والقابضة على الأرضين، وسيدة التجلي، إلى جانب مجموعة أخرى من الألقاب الشرفية مثل جميلة الوجه وعظيمة المحبة وصاحبة الرقة. تبوأت المرأة في تاريخ مصر القديم مكانة بارزة في شتى مناحي الحياة، جعلتها شريكة للرجل إن لم تكن أحد الأسباب الرئيسية في نمو الحضارة المصرية. لذا لم يكن من الغريب على المجتمع قديما توقير المرأة والنظر إليها نظرة تقديس لآلاف السنين جعلتها حاضرة بقوة في المشهدين الديني والدنيوي. كان من أرقى المناصب التي يمكن لأنثى اعتلائه في عصر الدولة الوسطى بمصر أن تكون زوجة الإله آمون. كان يوجد الكثير من الزوجات للآلهة المختلفة، وبناء عليه في عصر الدولة الوسطى كانت زوجة آمون واحدة ضمن كثيرات. كان لقب زوجة الإله لقبا مشرفا تم إعطائه للنساء في الأصل من أي طبقة اجتماعية، ولكن لاحقا نسب فقط لصاحبات الطبقة العليا. واللواتي ساعدنا الكهنة في مراسم كما اعتنينا بتمثال الإله، وازداد المنصب شرفا خلال الدولة الحديثة في مصر. وبحلول عصر الاضمحلال الثالث كان منصب زوجة آمون مساويا لمنصب الملك في القوة، وبناء عليه حكمت مصر العليا. أشهر من تولى المنصب في عصر الدولة الحديثة كانت الملكة حتشبسوت، لكن تولت نساء أخريات المنصب قبلها وبعدها. ووصى حكماء مصر القديمة بالنساء خيرا، فأوصى أحدهم: إذا كنت تبحث عن الحكمة والسعادة أحب زوجتك واهتم بها وراعها، حس بآلامها لأنها أم لأطفالك، إذا جعلتها سعيدة ستسعد أولادك، وإذا اعتنيت بها ستعتني بهم، هي وديعة في قلبك ويديك وأنت المسؤول عنها أمام ربك، لأنك أخذت على نفسك عهدا أمام مزار الآلهة أنك ستكون أخا وأبا وشريكا وصديقا لزوجتك وعاشقتك. وأوصى آخر: أحب زوجتك من قلبك فهي شريكة حياتك، املأ بطنها واكسو ظهرها واشرح صدرها ما عشت، إياك أن تقسو عليها ففي القسوة خراب البيت الذي أسسته وهو بيت حياتك وبيت أولادك، عاملها باللين ووجهها بالمجاملة، فالمجاملة للمرأة كالماء للسفينة في مجرى النهر، لا يمكنك أن تسحب سفينة في نهر جف ماؤه ولكنها تطفو بسهولة فوق الماء ويسهل تحريكها في أي اتجاه.